جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، إذا لم يتزوج الأقارب من بعضهم بقيت البيوت ملأى بالعوانس، لعل لكم توجيه يحفظكم الله. وهذا من هذه القضية هي أيضا من مفاسد هذه الفكرة، أن القريب لا يتزوج من قريباته، وتجعله أن تعطل كثير من النساء بسبب هذه الفكرة. والأولى أن يحث المسلمين على التزوج، وأن يحثوا على الزواج من ذوات الدين والخلق الكريم والحياة والحشمة، دون نظر إلى كونهن قريبات أو غير قريبات. نعم.